معركة طوفان الأقصى أيها الإخوة مر عليها الآن، الآن مر كم؟ عام، عام كامل أيها الإخوة الآن انقضى، ولا زال حمى المطيس قائما، ولا زال الصراع أيها الإخوة مشتدا إلى هذه اللحظة. تعرفون الآن في الأيام القلائل هذه الأخيرة يعني الكيان الصهيوني صب غضبه عن المسلمين في غزة، والآن يستعمل كل ما عنده من وسائل ومن متفجرات والآن الفسفور وغيرها لإذابة المسلمين وإلقاء الرعب والذعر في قلوب الناس والعياذ بالله تعالى. الله عز وجل أيها الإخوة كما قلت أنا أراد أمر خير لهذه الأمة حقيقة. أيها الإخوة كم من الدول التي تدعي أنها مسلمة وأنها تدافع عن الإسلام وأنها تحلل الإسلام وهي والعياذ بالله تعالى أشد أعداء الله عز وجل. للأسف هنالك دول حتى أنها ترفع شعار التوحيد أيها الإخوة، ترفع شعار التوحيد وتطبع المصاحف وتوزع في مشارق الأرض ومغاربها وتقول أنها تخدم الحرمين الشريفين وهي أشد أعداء الله عز وجل، وهي التي تضرب المسلمين في الخاصرة، وهي الآن تبذل قصارى ما عندها من أموال ومن وسائل لدعم الكيان الصهيوني والعياذ بالله تعالى. وليس أدل مثال أيها الإخوة الآن عند الحرب الأخيرة على بلاد اليمن، عندما جاءت بعض هذه البلدان ففتحت أجواءها لأجل أن تيسر للكيان الصهيوني بأن يرسل قذائفه وصواريخه على بلاد إيش؟ على بلاد اليمن. وأنتم تعرفون من أعني، ولست بحاجة إلى أن أذكر مسميات هذه البلدان، ولكن حتى لا نغتر أيها الإخوة، حتى لا نغتر، يعني أسف بعض الناس اليوم، بعض المسلمين تأخذه العاطفة، يقول لك هذه البلاد ترفع شعار التوحيد، وهذه بلاد تطبع المصاحف، وهذه بلاد تخدم الحرمين، وهذه كذا وهذه كذا. يا إخوة لا تأخذن عاطفة، عاطفة هي الآن يوم ما أصيب بمثل هذا الضعف والوهم إلا بسبب العواطف والعياذ بالله تعالى. يعني هذه الدول دول ظهرت على حقيقتها، كما قيل لولا معركة الأقصى لأعلنت مثل هذه البلدان التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني والعياذ بالله تعالى. ولو درست أيها الإخوة وقرأت الرواية، رواية اسمها رواية معركة طوفان الأقصى التي أصدرها المكتب السياسي لحركة حماس أيها الإخوة، بيّن الأهداف من وراء هذه المعركة وكذلك الأهداف التي أراد أن يحققها الكيان الصهيوني وهي ما تسمى بصفقة القر، ولكن شاء الله عز وجل بجهود هؤلاء المجاهدين أعزهم الله عز وجل أن يبطلوا كل تلك الأهداف وكذلك أن يفسدوا هذا المشروع الصهيوني الغاصب الذي جاء كطوفان على بلدان المسلمين والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة دائما أنا والله يعني أتعجب يعني عندما أسمع أناسا يتهمون المقاومة ويتهمون المجاهدين ويقولون عنهم أنهم تعجلوا وأخذوا قرارا وتهوروا في مثل هذا الموقف ولم يكونوا متهيئين. أيها الإخوة أنت لو تقرأ وتطلع وتمعن النظر، هذه نحن الإشكال الآن عندنا، نحن لا نقرأ ولا نعي ولا نسأل أيها الإخوة حتى نعي هذه الأحداث. نحن ينبغي أن نأخذ الأخبار وأن ندقق في مثل هذه المواقف من لسان المجاهدين أيها الإخوة ومن لسان المسلمين في أرض إيش؟ في غرب غزة. لا يأتيني إعلامي فيتكلم في شاشات الإعلام فيتهم، الآن هم يحاولون الآن حتى بعض شاشات الإعلام الفاجرة الآن حاولت أيها الإخوة حاولوا أن يستميلوا المسلمين عوام الناس في الشوارع لأجل أن يتهموا من؟ أن يتهموا المقاومة. ولذلك الآن المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني على المسلمين في أرض غزة هذا تستعمله كعامل ضغط، يعني يستعملونها كأداة، يستعملون هؤلاء المسلمين العوام عزل كالنساء والأطفال والشيوخ والكبار يستعملون كأداة للضغط على من؟ على المقاومة لأن توقف إيش الحرب وأن تستسلم وأن تسلم ما عندها من عتاد وقوة عسكرية. أي كلام وقع لما وقع، صحيح ولا ما صحيح أيها الإخوة؟ هذا الكلام هذا الآن. ولذلك يعني والله أنا تعجبت، يعني عندما يأتي إعلامي ويأخذ في الشوارع ويجول في شوارع مكة ويسأل بعض العوام وكذا ويستميله ويجره لأجل أن يأخذ منه عبارات وكلمات لأجل أن يتهم ذلك العام المقاومة وأن يتهم المجاهدين وأنهم كانوا سبب في قصفه وقصف داره وقتل ذريته ونحو ذلك أيها الإخوة. فيجب أن نفهم مع هذه المعركة حقيقة أيها الإخوة من أرض الواقع، وأن نأخذ دروسها ومواقفها وأن نحل أحداثها بلسان المجاهدين وبلسان المسلمين في أرض غزة. ولله الحمد
إلى يومنا هذا ما رأينا عندهم ضعفا ولا وهنا ولا استسلاما ولا انهزاما، لا شيوخا ولا نساء ولا صغارا ولا نساء ولا رجالا أيها الإخوة، وكلهم صابرون محتسبون، يعني والله ما تسمع عنهم إلا عبارات إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويدعون على الكيان ويسألون الله عز وجل النصر والتثبيت المجاهرين. والله نستبشر نستبشر ونثق بنصر الله عز وجل أيها الإخوة، وبعون الله عز وجل أن نصر حليف المسلمين أيها الإخوة. اليوم الغرم لنا يسأل أيها الإخوة، ولكن هذه مشيئة الله عز وجل. لكن الأمر الذي ينبغي أن ننبه عليه وأن ندركه أيها الإخوة أننا لا نأخذ لا نقرأ هذه المعركة بلسان الإعلام الفاجر الذي له مآرب يريد يحققها إيش لخدمة الكيان الصهيوني. فهناك قنوات إعلامية تشتغل الآن، تشتغل وتستفرغ الوسع أيها الإخوة لتحقيق مصالح الكيان الصهيوني. ولذلك الأخبار نأخذها بلسان المسلمين هنالك في أرض إيش، في أرض غزة.